يا جايدة ارحمي نفسك بقى شوية، وطي الصوت، عايزة اقعد في هدوء. استني بس عشان انا بجد بفكر اصور فيديو وانزله على انستجرام وانا بغني الاغنية دي واشوف الفيدباك هيبقى عامل ازاي. يا بنتي فيدباك ايه؟ اساسا مش هيبقى في فانز يعبروك، وفي حد يعرفك غيرنا؟ انت فعلا مستفز والله العظيم. مين ده يا نو؟ مروان يعني بيبعت لي يقولي كويسة عشان بسأل على مامته عاملة ايه؟ هو ايه يعني؟ هو انا تحصيل حاصل وكأني بشحت منه؟ بقولك ايه، فكك منه خليه يولع. اكزاكتلي، ما تعصبيش نفسك. لا لا بقولك والله العظيم انا مش هسكت للواد عشان معصبني جدا. انت بتتصلي وتتخانقي معاه وتفرجي عليه الناس وتعرفيه ان انت بتتصلي بس عشان انت عندك اصل، انما هو ما عندوش. لكن انت لا فارق معاكي لا اخبار ولا اخبار مامته ولا اخبار حد اصلا. نور انت لسه بتحبيه؟ بتحبي انت كمان؟ ممكن ايه تسكتي؟ لسه بتحبيه؟ اه لسه بحبه، برغم كل اللي عمله فيا. اه لسه بحبه يا جماعه. يبقى ردي عليه. طب ارد اقول ايه؟ قولي له ان انت مش عارفه تتكلمي دلوقتي عشان انت مش فاضيه، عشان انت مسافره معانا. لا بقولك ايه، انا جاتلي فكره تانية خطيره لازم تعمليها مادام بقى هو بيستفزنا كده. انت تتصلي بيه دلوقتي فيديو كول، اوكي؟ كانك اتصلتي غلط، واحنا بقى نقعد نضحك ونغني ونرقص ونضحك جامد قوي بصوت عالي علشان يعرف ان انت ولا فارق معاكي حاجه وعايشه حياتك عادي جدا ومش همك اصلا هو بيعمل ايه. صدقي ان دي فكره خطيره من قرش. على فكره انت ساعات بتقولي حاجات كويسه والله. هي فكره خطيره بس انا مش هعرف اعمل كده. طبعا عشان انت عيله هفه. احترمي نفسك بقى، انت خساره فيكي اي حاجه كويسه على فكره تتقال بجد. انا يعني انا اقصد ان انت يا بنتي انا اصلا شخصيتها ضعيفه علشان بتحب، واللي بتحب تبقى شخصيتها. لا لا لا، هي قصدها ان انت طيبه وغلبانه يا نور. ايوه طيبه وغلبانه وهفه، بس احترمي نفسك بقى. ماشي يا جماعه، انا خلاص هعرف استفزه كويس واردها له. خلاص ايوه، هتعملي ايه بقى؟ ها مش عارف، بس يعني هفكر واشوف هعمل. طب فكري بس، المهم ان انت تاخدي اي اكشن. يعني والله العظيم ولا هتعمل حاجه وهي هفق وانا عارفه ومش هتعمل اي حاجه انا ولا هيهون عليها. انتي بقى تهدي بقى، انتي لسانك ده متضري منك اهو. ما تبس، انا هصور الفيديو.